هتجمع الجمهور هتقابلها مرحله وعدت ما اعتقدش ان حد ابدا ان شاء الله ابشر خير يعني حاجه واحده فعلا الجمهور في الاجنبيه واسطه هنا فان شاء الله انا عندي امكانيه انا سيادتك ان انا اقدر افحص الطريق بالكامل حد واي اعرفه فيه يعني مفيش حاجه كتير يعني كثافه من الملاحظ كده في كثافات ضريبيه في الحاره الليليه نتيجه لانفجار الذره المعطله سال سيادتك التواجد وسحب الكثافات كده بعد اذن سيادتك في الحاره الليليه كامل واعرف نقطه ثابته او من على انا ممكن سيادتك كده لو